صباحكم ورد وعسل، يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحه وفي احسن حال. النهارده يوم جديد، يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم في جو اوكرانيا المجنون الجميل. النهارده هاكل الحمام. لو حابب ان انت تتفرج على الفيديو دوت اقعد اتفرج، مش حابب خلاص مفيش مشكله بالنسبه لي، اتشرفت بيك. ولو بتشوفني لاول مره وحابب ان انت تكون من اسرتي، من فضلك اشترك في القناه، قول تعليقك الظريف، اعمل لايك للفيديو لو عجبك الفيديو. نبدا السيرك. عاوز اكل الحمام. طبعا بنت العسل دي جت قعدت جنبي وخدت عليا خالص، انا اول مره اشوفها حقيقي والله. جت قعدت جنبي عادي، تقول لها قومي. لا ما ينفعش تقول لحد قومي، انت ما اشتركتش. عادي، الناس من حقهم ان هم يقعدوا جنبك، يقعدوا على الكرسي دوت، يمشوا يعملوا اللي هم عاوزينه، لكن من حقك ان انت تقول لحد ابعد عني، او انت جاي تقعد جنبي ليه، الحاجات دي. طبعا هي مش فاهمة حاجة قاعدة. دي بيشكولي في الشاشة يا ابني؟ كان يجو بروسة ده؟ لا على دي. او بس كان يجو بروسة بس كان يجو بروسة ده نتروج بدرو لينا ده لينا ازاي؟ привет меня зовут Мира. طبعا انت بتبقى قاعد وبيجي اطفال احيانا زي النهارده، قعدت اتكلم معاه وبحس ان هم مكسوفين وعندهم خجل زي البنت كده. البنت دي برضو جت قعدت برضو تلغي معايا وجريت لوحدها، يعني طبعا مامتها قاعده هناك هي شايفاها عادي، ما تقدرش تقول للطفل انت ليه بتعمل كده. خلينا بقى ناكل الحمام ونبدا اليوم الجميل بتاعنا. مدين لك الامان. الجو كان حر قوي في المكان اللي هناك دوت، وغالبا هم كانوا قاعدين تحت الشجر مش عاوزين يقلقوا نفسهم، يعني قاعدين زي خلية النحل.
في منهم بيضرب بعض وبيقعدوا يضربوا بعض. هتلاقي ده زي ما حضراتكم شايفين، يعني انا برمي بعيد شويه للي هم تحس ان هم ضعاف خايفين. مين هذا؟ مين هذا؟ مين هذا؟ فاتني رجال. يعني فيهم عرق هبل احيانا، يعني بص بنت اخر غداتها. فاتني رجال. فاتني رجال. بان عليها معتوهة باينة. دايم يعني. في حمامة واقفة بعيد مش عارف خايفة منهم باينة. في منهم قوي بيقعد يضرب في بعضه يعني، لكن كده تلاقي في منهم بيخاف وفي منهم قلبه قوي اللي هو صحته جامده، ده تلاقيه يعافى. لكن اللي هو اللي هم هناك دول في اليوم اللي بيخافوا دول في الضعاف، بس ما بيدولهمش فرصه يعني. اول ما بترمي هناك برضو البت العبيطه جت عبط اهو يعني عادي. أطفال وعيال. دي بقى عاوزه تقف جنبي عشان تتصور، يعني زي ما انت شايفينها اهي واقفه وخدت عليا كاننا احنا نعرف بعض بقالنا 30 سنه مثلا. جت البت بنت العبيطه جت. ده اول مره والله اشوف طفل غتت بالشكل ده يعني، حتى مش سايبهم في حالهم، ده بتجري وراهم على النجيله نفسها كمان. حاجه عجيبه يعني. بقول لها ما يعني ده غلط وعيب، بس مش مصممه يعني. خافوا واقفين بعيد مع اني اكل كتير اهو. بيبعدوا بعيد خالص، الأطفال بتزعجهم. كل يوم خلاص حفظت حتى أشكالهم يعني.
في حمامه عيني دماغها متعوره تقريبا، حد منهم قعد يضربها في دماغها كتير لحد ما عورها يعني. سبحان الله. هتلاقيها ممكن واقفه ورايا بالخوف يعني. بعد ما اكلت الحمام واتمرنيت ونضفوا الارض زي ما انتم شايفين وراحوا هناك الحمد لله، ده هيكون نهايه الفيديو بتاعنا. صباحكم برد وعسل، يا رب اللي انا بعمله يكون بيسعد حضراتكم. خلي بالكم من نفسكم يا عرب. السلام عليكم.